السلام عليكم، معكم السيد بسكر رشيد من السكينة المستفيدين من الديور إلى السقوط. الحمد لله دابا الأمور احنا غادي مزيان الحمد لله. راه الأمور من بعد الوقفات اللي وقفنا وهذه المناية الحمد لله جاب التيسير. السلطات راهم داروا الدور ديالهم وقفوا معنا وتخرجنا من الديور وما تقاس فينا حتى شي واحد. وكذلك السيد الباشا حتى هو كان جا معنا، والمسؤولين ديال ديار المدينه والمسؤولين ديال الاملاك المخزنيه مع الرئيسه ديال الجمعيه اللي ساندتنا حتى هي من البدايه. من بعد الحمد لله الامور راه مشات غاده مزيانه. دابا ديار المدينه راه كيعطيونا واحد القسط من كيعاونونا في الكرا ديال الديور، لان حتى واحد الوقيته دابا 8 ديال العائلات كلشي خرجنا من هنايا، راه كيعطيونا السومه الكرائيه كيعاونونا بواحد النسبه وكنشكروهم والله يجازيهم بخير. والناس كامل السيد العميل حتى هو كان واقف كان متبع الامور مرحله بمرحله. ودابا الحمد لله المسطره الاداريه رحنا كملناها، بقى دابا واحد المصلحه تقنيه كطالب لنا بشي حاجه ديال الوراق تقنيين خصنا نوجدوهم، احنا خدامين دابا عليهم وفيهم المهندس سي بوعزاوي حتى هو ان شاء الله راه غادي يكملنا المسطره غتمشي الامور ونطلبوا من الله التيسير. بالنسبه للرئيسه ديال الجمعيه حتى هي راه ساندتنا ومشات للرباط ومشات للتربيضه، يعني نتمنوا ما نتعطلوش اكثر من هذا الشيء ونتمنوا خير لما هو قادم وكنتمنوا الخير ان شاء الله. دابا حنايا راه وعدونا بالتسليم ديال هاد المنازل سميتو، راه حنا دابا في المرحله التقنيه. دابا حنا الحمد لله الامور كنتمنى راه غادا مزيان، يعني الحمد لله كاين واحد الارتياح عند الساكنه اللي خرجوا من الديور ديالهم، راهم مرتاحين لان كتخلص لهم الكرا وسميتو. والمسطره راه حنا غاديين بالنسبه للوثائق كل شيء راه حنا وجدناهم وهذه منايا، وحتى ديار المدينه بسطوا معنا المسطره ما بقاش عندنا اشكال. ولكن الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى والرئيسه ديال الجمعيه اللي ساندتنا وقفت معنا ومشات معنا في المسيره ديالنا الحمد لله. السلام عليكم، انا من الساكنه هذه المتضرره اللي تنشكر سعاده العامل، تنشكر رئيس المصلحه سيد الباشا، كنشكر القايد، كنشكر جميع اللي وقفوا معنا، جميع السلطات اللي وقفت معنا تنشكرهم، تنشكر ديار المدينه تاهي دارت مجهوده وقفت معنا الحمد لله. دابا الامور غدا مزيان الحمد منا، والله يجعل ربي يسهل عليهم ويديرنا ويفرقنا معهم على خير وبخير ويوقفوا معنا ويكملوا معنا المسيرة ديالهم. وتنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وتنشكر سعادة المهندس إلا غلطنا في حقه يسمح لينا، وسي بوعزاوي إلا غلطنا في حقه يسمح لينا، والمهم يكمل معنا، باقي لنا شي اجراءات معاه يكمل معنا على خير وبخير. الله يجازيه بالخير ويخلي ليه وليداته ويطول ليه الله عمره في هاد العواشر ان شاء الله، ويسهل عليه وفيما حط يديه يكون ليه التيسير. والجميع المسلمين كاع اللي وقفوا معنا وساندونا تنشكرهم بزاف، والصحافه وتنشكر كل شيء، تنشكر الناس اللي معنا عائشه، وتنشكر الجمعيه اللي وقفت معنا. الحمد لله الامور غدا شويه بشويه حتى تقاد الحمد لله. ساكنه هاد الديور اللي رابوا كنشكر جميع السلطات اللي وقفوا معنا، والديور المخزنيه وهذيك الاملاك المخزنيه وديور المدينه اللي ساندونا وكانوا معنا ووقفوا معنا، وكنشكر جميع سعاده العامل وسعاده الباشا والجمعيه ديالنا سايره واقفه معنا باش يكملونا داكشي، والقايد وكلهم الله يجازيهم بخير. كنشكر المهندس بوعزاوي وكنطلبوا منه المسامحه الا كنا خطانا في حقه ولا قلنا شي حاجه اللي ضرت ليه خاطره، كنطلبوا منه المسامحه والله الله يغفر لينا الله يسمح لينا ويكمل معنا المسطره حتى الاخير، ويكون ان شاء الله اش غادي نقول لك، الله يرحم ليه الوالدين وخلي ليه صحيح ويسمح لينا بزاف، بالاخص انا الا قلت لي شي حاجه والله الله اعلم. المهم في ديك اللحظه يمكن كنت ساعه غضب وكنت قلت شي حاجه هكاك، المسامحه بيناتنا وبينكم الله يجعلهم انا ييسر لكم.